صور الملف اللي استعملوه ضدنا بجلسة الوصاية رح ناخدن اليوم وهيك. المفروض انه محامينا ياخدن من النيابة بعد شوي، بعد ما ناخدن على الفحص دغري، ووقتها رح نعرف وين وامتى اتاخدت الصور. عظيم. اقبال خانم، انا رح اشتغل بالبيت اليوم، بس تخلصي كل امور الشركة مري لعندي انتي وسعيد. حاضر. وبدي منك تطلبي من المحامي يكون كتير حذر بخصوص الصور، ما بدي مشاكل. لا تقلق يا بيك، رح اهتم انا بموضوع الصور وان شاء الله ما بيصير مشاكل. في محل رح يفحصهم بسرية كاملة حتى ما رح نكشف هويتنا. طارق لقالنا شخص نعتمد عليه وهو جاهز لكل شيء. شكرا كتير. موضوع الصور كتير مهم بالنسبة لي اقبال خانم، لانه ممكن يفيدونا كتير بالمحكمة ويكونوا دليل يرجع لي بدر ويخلصني من هالقصة. موضوع عندي. يلا بالاذن فريد. شو رح نعمل؟ اولا لازم نحضر اول اجتماع لمجلس ادارة فريد ونتدخل بكل شيء، لازم نعرف ادق واتفه التفاصيل بجدول الاعمال. ثانيا لازم يكون عندي علم بكل شاردة واردة بالشركة، لانه الموضوع بخص بدر اللي رح يكون بوصايتنا. واوعكم يعملوا استثمارات حتى لو كانت سخيفة بدون علمنا ورأينا بالاول، ما بدي اترك لهم فرصة للتنفس الا بعد علمنا وموافقتنا. راكان بيك، بخصوص شركة الإسمنت يلي قررنا نشتريها، هن انقدموا لحتى يشتروها وبسعر فوق السوق مشان يقدروا يحصلوها منا. سمعتي هالحكي؟ لو كان بهمهم موضوع بدر ومصلحته ما كانوا عملوا هيك شيء أبدا. سجلوها ملاحظة، أنا المفروض حاسبهم. نحن اليوم رح نروح على شركة فريد، مزبوط؟ شو المناسبة حبيبتي؟ زعجناه كتير المرة الماضية ونكدنا عليه يومه. فريد بيك هلأ بيكون عم يشوف راكان بمنامه، شوي بيغمض عينه وشوي بيطير نومه. يعني ما عاد ينحرم مني ولا يوم. جننته للولد، جننته. أنا قايمة أشوف بدر إذا بده مني شيء. لا ما بيصير حبيبتي، نحن سوا أوصياء على بدر، بس لا تنسي إنه صلاحية التوقيع لإلك. طبعا رح نكون جنبك دائما، فلازم تفهمي كل حركة رح تتحركيها من اليوم مع مين تحكي مين تتجاهلي. الحكي مهم، عم تفهمي علي؟ وهلأ عادي وحاولي تتعلمي. يلا لو سمحتي ديما خانم. عادي، شكرا لإلك، كمل لو سمحت. حاضر يا بيك، سجلت كل الملاحظات المتعلقة بشركة الإسمنت. لساتك هون فريد بيك؟ يعني ما نزلت على الشركة؟ انتي قلتي انه الشركة كتير مملة بعكس البيت، لهيك انا رح اخذ نصيحتك واشتغل هون اليوم. كتير منيح. فريد بيك، بفهم منك هلأ إنك رح تضل قاعد هون طول ما أنا عم أشتغل؟ إيه؟ حابب شوف كيف بيطلع الأكل طيب معك بهالشكل؟ الطبخ أسراره كتيرة فريد بيك، وأنا ما بحب أقول أسراري للناس، مشان هيك عذرني. ورح أقول لك شغلة كمان، ما رح تتعلم تساوي أكل طيب مثلي لتعمله بإيديك، هيك ما بتستفيد بنوب. لا هالحكي مو مزبوط، موجود على التلفزيون قنوات وبرامج خاصة عن تحضير الأكلات والحلويات والناس بيحضروهم. ايه صح والله. نازلي حاولي انك ما تعصبي، رح نشوف شو بدنا نطبخ اليوم. شوفي عنا بالقائمة وين راحوا هدول. قائمة اكلات جديدة، شو حلو هالحكي. فريد بيك طلبك كتير صعب. ليش؟ الطبخة سهلة، وبعدين هيك اكلة ما لازم تصعب عليكي نازلي خانم، مزبوط؟ ومين قالك انه صعب علي اطبخ لك هالاكله؟ بس مكونات هالاكله ما انا موجوده هون، لانه نحن بنشتري المواد مره بالاسبوع حسب اوامرك اذا بتذكر، ومشان اطبخها لازم جيب مكوناتها. يعني المشكله هلا مو فيني، بس لاني عم اشتغل حسب اوامرك ما بقدر اطبخها. ايه، لانه المواد اذا ما استخدمناها بتعفن ومنكبها، يعني بفضل نجيب بس الشغلات اللي بنحتاجها. غلط فريد بيك، نظريتك مو صحيحه. المفروض المطبخ ما ينقصه شيء ابدا، يعني لو كان مطبخي كنت عبيته، مشان اطبخ شو ما بيخطر على بالي بدون ما احتار مثل هلا، وهالشي مهم لانه وهالشي مهم لحتى نساوي اكلات منحبها. بس هلا مو قدرانه اساوي شيء لانه مو مطبخي، انا بس بشتغل هون، لهيك لازم انزل جيب النواقص. بس والله كتير شوب برا. خلص رح اروح، ما انا مشكله، ما رح يصير شيء، يعني انت بس غير القائمه وما عليك. نزلت السوق كتير حلوة بهالشوب، بنوب ما فيها عذاب،
خاصة لما أحمل مليون كيس مع بعضهم بهالجو الحلو مانو مهم بنوب. هاد شغلي ما لازم نق، وأنت مديري هون. المدير بيأمر والعامل بينفذ. وصلت رسالتك، يلا رح أخذك لنجيب الأغراض. لا والله ما بقدر روح معك وتعبك فريد بيك، لا تطلع بهالشوب كرمالي. يعني بدك تطلع من هون من عند التكييف وتمشي لعند السيارة تحت الشمس، السيارة بهالجو أكيد رح تصير حرارتها عالية، مستحيل رح تتعب كتير بالمشوار، ما رح أعذبك معي. منروح ومنرجع بسرعة. يلا ثواني وبجهز. شفت قديشني سريعة؟ خلصت. يلا نروح. وين موبايلي؟ وقف هون. يلا نازلي انزلي جيبي الأغراض، رح أنطرك هون. فريد بي، أنت كاتب هون بالقائمة خضرة وفواكه كتير ما شاء الله، وفي بطيخ أصفر وأحمر. أنا ما بقدر أحمل بردقانة، كيف بدي أحمل هالغراض لحالي؟ إيه وينك يا طارق؟ مبينة تازة، بنادورة كيلية. بضاعة ظريفة طبعاً تازة. إيه لنشوف هدول. نازلي خلصينا، صرنا 3 ساعات هون، يعني ليش ما بتجيبي الأغراض من المحل اللي منجيب منه على طول؟ الأكل الظريف مو بهالسهولة بينعمل فريد بيك، بعدين ما بجيب الخضرة والفواكه من وين ما كان، بتكون ريحتهم مو حلوة مو تازة. لهيك أنا اتفقت مع هالمحلات باخد أغراض وأقبال خان وبتدفع. نازلي أهلين عم إسماعيل، كيفك؟ بنتي نازلي شو القصة، ما مريتي اليوم؟ هذا العم إسماعيل بياع الجبنة. ما بدك جبنة بلدية؟ هالأسبوع ما بقدر عم إسماعيل، مو مكتوبة عندي بالقائمة، بعدين الجبنة البلدية بتطلع ريحتها لهيك مو مرغوبة. شكله مديرك ما بيعرف طعم التمه بالمرة. شوفك بعدين عم إسماعيل. قولي له لمديرك حاجته يقول عن هذا منيح وهذا ماله منيح، كل شيء عم يوصلنا من مزارع ممتازة وتازة طبعا، بس ما رح يعرف قيمته. شكله مديرك ما بيعرف الأكل الطبيعي والبلدي قديش هو مفيد. شكرا عم إسماعيل، بشوفك بعد أسبوعين. طيب استعجل عم شريف، لازم نمشي فورا. يلا بنتي جاهزين. هلأ هاد بدل طارق؟ موفق بشغلك ابني؟ ما شاء الله بين عليك ربيان على الغالي. يلا بخاطرك عم شريف. الله معكم. البياعين بيمزحوا كتير ومبين انه حبوك لهيك عم يمزحوا معه. يلا خلينا نروح، تأخرنا على المدير. انه بورجي اقبال خانو، شفتي مثل ما شفت؟ صراحة ما عم صدق أبدا. مرحبا يا جماعة. أهلا وسهلا. إقبال خانم، ممكن تتصلي مع طارق تقلي له يجيب دبس رمان من بيت نازلي؟ خليه يجيبه بسرعة. بده دبس رمان؟ ومن بيت نازلي؟ دبس الرمان من بيت نازلي. شكراً كتير، أنا تعبتك اليوم معي. ولا يهمك. في شي أخبار عن الصور؟ جابن المحامي من النائب ونبعتوا على الفحص وعم ننطر خبر منهم. شوفي احكي شو بكون؟ ما في شي بنوب، تعال.